الصنعه ديت واخد بالك انت بقى لها حوالي 100 سنه واكتر من كده يعني، دي من ايام الخواجات. فاحنا هنا طبعا بيع زي ما انت شايف كده، وفي تصليح وفي كل حاجه بالنسبه للساعات. احنا هنا زي ما تقول بيجي لنا ساعات كوبهات، ساعات روركسات اللي هي التقليد يعني، ويجي لنا ساعات قديمه زي اورينتي وسيتيزن، ساعات سايكو، حاجات الموديلات القديمه موديلات السبعينات. يجي لنا مثلا جوفيال، يجي لنا مثلا ساعات اوميجا قديمه موديل الستينات. قطع الغيار دي على حسب الساعة نفسها يعني، في اللوركس حاجة، الأوميجا حاجة، لانجين حاجة. فقطع الغيار دي ما تقدرش تحكمها إلا الوكيل بتاعها. تروح تجيب مثلا ترسة أنكل ممكن يقولك بقد كذا، بس لازم تعرف إن هو بقد كذا، لأنك ما لكش حل تاني غير إنك أنت تجيبه. معظم تقفيل ده تقفيل مصري، بيجي بيفكك هنا في المصانع وبتقفل هنا عندنا، واخد بالك انت، واخد بالك انت في المصانع، واحنا بنشتري من التجار والمستوردين يعني. اكتر حاجه عليها طلب الساعات الصين، هي يعني بتتراوح اسعارها من بين 35 و40 و45 و50، في حاجات ب 120 كده يعني، مش اكتر من كده. مثلا تبدا الدسته مثلا من 300 جنيه، في اكبر من كده، في اعلى من كده، في ساعه بتوصل ل 500 جنيه، في ساعه بتوصل ل 1000 جنيه حسب ماركتها.